العدو يريد أن يوجد حربا داخلية في إيران باستخدام طاقات هذه الجماعات الإرهابية التي يزعمون بأنها قادرة على هذا الأمر، وبالطبع بأن أهالي كردستان الشرفاء تصدوا لهم ولم يتعاونوا معهم، وبالطبع بأن أوكار هؤلاء هي في مناطق شمال العراق وفي أربيل وفي كردستان العراق، فمن هناك يتدربون ويرسلوا عناصرهم لزعزعة الأمن في المدن الحدودية. لذلك فإن الرد القوي والماحق للجمهورية الإسلامية الإيرانية باستهداف مقرات هذه الجماعات الإرهابية في داخل كردستان العراق هو ردا واضحا ومعلنا، لأننا قبل ذلك أعلنا وحذرنا إذا ما استمروا في جرائمهم فسوف نرد بكل تأكيد، وهذا بكل تأكيد لا يعني بتجاهل السيادة العراقية، ونأمل أن تقوم حكومة إقليم كردستان بإدارة هذه الأزمة وطرد هذه الجماعات لكي لا تكون حاجة لاستهدافهم مجددا. أعمال الشغب الأخيرة في إيران هي في الحقيقة تم وضع أهداف لها دقيقة من قبل قوى الاستكبار، وسعيهم بالدرجة الأولى كان هو لكسر شوكة إيران في المنطقة، وأيضا لضرب اقتدار إيران وزعزعة وحدتها الوطنية. كان الصهيوني يخاف جدا المناورات التي أجريناها أخيرا، فمفاعل ديمونة كان أحد أهدافنا الأساسية، في الحقيقة قمنا بإحداث مجسم له واستهدفناه، والكيان الصهيوني هو هدف بسيط بالنسبة لنا، وكافة مراكز الكيان الصهيوني الحساسة هي في هدف استهدافنا المباشر، أي أن مدى صواريخنا عندما أعلناها بأنها 2000 كيلومتر في زمن الحكومة السابقة، عندما جاءوا الأمريكان وهددونا نحن أيضا قمنا بتهديد صريح ومباشر، وأعلنا بأن كافة القواعد الأمريكية هي في متناول استهدافنا. وأحد أسباب هروب أمريكا من المنطقة من أفغانستان ومن العراق كان بسبب أن هذه المراكز كانت تحت استهداف صواريخ.